ناخو في الآراء نلقى روحي للوراء ما قدمت حتى با ولازم نتخذ إجراء طول التفكير أمام نخمم شيك الفقارة قايت باش نضحي خاطر ناوي نقب الفضاء باش نعاون روحي يسي موقفت مع الأصدقاء محليكم الولاد وتوا أنستو إلى اللقاء ما عاد يهمني في حد وفي حياته ماذا جرى ناوي نخلت اسمي ما نمسكشي من أجل البقاء خمم نكسر البوس خلالي يعطو البلوس نبقى حاقر روحي ما دمني لتوا نركب في التوس ما نقولش سي بون سلت مش كي وسمني الرئيس بارابور لطموحاتي حالي بصراحة تعيس ما تقوليش برو هما برو أنا ما بريتش في بالهم بيا ما تفو وأنا ما زلت ما بريتش لحظة مانيش رابر ومتعدي كي تركب لي نصعصع اركان الجيش الروانتي وشكون لي يحكي بروحو ويبربشني في تحدي نكتبلو شي سخطة نندم نبقى ذاك حدي نعرف روحي قاسي لحتي بينا مشيش مباسي مشي يملي في راسي قاسي لي وقف لي راسي ما تاخوش نصيحة من اللي عاشر في الفشل كعبة وكعبتين نسمحهم فمش خلل ونكره الجمل اللي تبدا بكلمة لقد قدر حتى الكلب العربي ولي لك أسد تجي تنصح ضبعي واللي طالب حق الرد ما نسيب الكتيبه كان ما نسمع صوت الرعد باللي بابا على العدلوش في العيد راه يتشد محلاني نعاند في مفرخ شكون صبط واجد قولوا العنتر بن شداد كي توان منك اشد عادي نوصل للليفل نفري ستايلي للابد مخي كان في غدوه اختنا مما سبق اعتزلت العلاقات ممكن بمعنى ادق حتى قلبي راه يتعاقب كان نهار حسيت وطق نقدر خويا اما رايك كي ترمت الوشق ما تقوليش برو هما برو انا ما بريتش في بالهم ايا ما تفو وانا مثلت ما بريتش لحظة برك ضحية للي فان اللي صبروا واستنوني كيما فما مثل شعبي فما مثل جيتوني مثل جيتوني مثل جيتوني شكون قالك يا تونس تتدخل لي في شؤوني مثل جيتوني مثل جيتوني